التخصص اللي راني متمنية نديره في الجامعة حاليا لم يحدد بعد، وإنما أنا محتارة بين تخصصين، تخصص الطب، تخصص الذكاء الاصطناعي، مدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. لماذا الطب ولماذا الذكاء الاصطناعي؟ بالنسبة للطب كان حلم الطفولة، كان هو الهدف الذي كنت أسعى إليه منذ الابتدائي حتى الثانوي. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي هو وجهة جديدة، هو يعني آفاق جديدة، وهو يعني نقول هو الآفاق الجديدة في المستقبل. ونظرتك يعني لتكملة الدراسة يعني محليا في داخل الوطن ولا خارج الوطن؟ أنا أطمح لإكمال دراسة خارج الوطن، خاصة في جامعة أكسفورد التي البريطانية، التي تعرف تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي. يعني نجم نقولوا فيما يخص تخصص الطب تكملي هنا ولا؟ حتى تخصص الطب إن اخترته فأنا أطمح لإكماله خارج البلاد إن شاء الله. وممكن رسالة تقدميها ممكن للمترشحين في الموسم القادم؟ رسالة كرسالة للمترشحين الموسم القادم إن شاء الله، أتمنى لهم النجاح في شهادة البكالوريا، وهذا لا يكون عبثا وإنما يكون نتيجة للمجهودات التي يبذلونها طوال السنة الدراسية والاهتمام بكل المواد، وأن يكونوا في متابعة يومية للدروس والدراسة. كلمة فيما يخص كل من تم تكريمه من طرفهم، يعني ممكن تقدم لهم الشكر؟ أنا أتقدم بجزيل الشكر لكل من تم تكريمي من طرفهم، وخاصة هنا محل تكنو بسيتي جمال، حي سيتي جمال بوهران، وأشكرهم على اهتمامهم بالمرتبة والمكانة التي حققتها.